بسم الله الرحمن الرحيم. او اي جي معلم متعامد ممنظم. نعتبر النقطتين ذات الاحداثيات A25 و B31. سؤال الاول، حدد احداثيتي المتجهه AB. ثانيا، احداثيتي M منتصف AB. ثالثا، احسب المسافه AB. نذكر اولا بالقواعد، لتكن A ذات الإحداثيات XA و YA، ثم B XB YB. فبالنسبة للمتجهة AB، إحداثية المتجهة AB هي XB ناقص XA، XB ناقص XA، ثم YB ناقص YA. انتبهوا، XB نبدأ بالحرف B الذي فوقه السهم. بالنسبة للمنتصف، إذا كانت M منتصف AB، الأفصول على 2 والأرجوب على 2، ثم نجمع الأفصولين XA زائد XB. بالنسبة للأرجوب YA زائد YB على 2. أما بالنسبة للمسافة AB فتساوي جدر مربع كبير أفصول المتجهة، نكتب أفصول المتجهة XB ناقص XA كل استثنان، زائد أرجوب المتجهة YB ناقص YA الكل استثنان. إذن نبدأ بالسؤال الأول، حدد إحداثيتي المتجهة AB. النقطة A25 و B31. إذن إحداثيتي المتجهة AB هي XB ناقص XA و YB ناقص YA. إذن نعوض XB ب3 ناقص XA 2. بالنسبة للأرجوب YB اللي هي 1 ناقص، عفوا هنا ناقص، ناقص YA اللي كتساوي 5، وبالتالي نحصل على إحداثية المتجهة AB 3 ناقص 2 1، و 1 ناقص 5 ناقص 4. بالنسبة لإحداثيات المنتصف، السؤال الثاني، إحداثيات M، نكتب M إحداثيتها قلنا هي XA زائد XB على 2، والأرجوب هو YA زائد YB على 2. بالنسبة لـ XA زائد XB 2 زائد 3، 2 زائد 3 على 2. وبالنسبة للأرجوب YA زائد YB 5 زائد 1، 5 زائد 1 على 2. وبالتالي نحصل على إحداثية النقطة M 2 زائد 3 5 على 2، و 5 زائد 1 6، 6 على 2 تساوي 3. نمر الآن إلى السؤال الثالث، أحسب المسافة AB. إذن لحساب المسافة AB نتبع الخاصية الثانية. قلنا المسافة AB تساوي جذر مربع كبير XB ناقص XA الكل أس 2 زائد YB ناقص YA الكل أس 2 تساوي جذر مربع كبير. بالنسبة لـ XB ناقص XA 3 ناقص 2 1 أس 2، زائد بالنسبة لـ YB ناقص YA YB 1 ناقص 5. إذن 1 ناقص 5 كتساوي ناقص 4. YB ناقص YA تساوي ناقص 4 الكل أس 2 تساوي جذر مربع كبير 1 أس 2 تساوي 1، و 4 ناقص 4 الكل أس 2 تساوي 16. وبالتالي فالمسافة AB تساوي جذر مربع 17. نمر إلى السؤال الرابع، حدد ميل
المستقيم AB لدينا النقطتين A 2 5 و B 3 1. سؤال: حدد ميل المستقيم AB. بالنسبة للميل فهناك الخاصية تقول لدينا بالنسبة للميل A يساوي YB ناقص YA على XB ناقص XA. YB تساوي 1 و YA تساوي 5، إذن 1 ناقص 5. بالنسبة ل XB يساوي 3 و XA يساوي 2، إذن نحصل على الميل هو A 1 ناقص 5 ناقص 4 على 1، وبالتالي A يساوي ناقص 4. إذن الميل A يساوي ناقص 4.